اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق. شكرا جميلا للفرقه الموسيقيه والفنان الرائع محمد عبد الجليل على اجمل الكلمات واجمل الاغنيات. دائما نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق، ودائما ابوابنا مفتوحه على مساحات خدميه في كل مكان في ارضنا الحبيبه والارض الام والارض البكر، دائما السودان. إذن كثير جدا من الشباب ومنظمات العمل الطوعي أيضا لها إسهامات مقدرة جدا وفي مجالات مختلفة كلها نواقص هناك بمجهودات منظمات المجتمع المدني صحيح. ومنظمات العون الإنساني، ستكتمل إن شاء الله، وبالتشبيك معا مع هذه المنظمات أيضا ستكون هناك نظرة إن شاء الله لمستقبل أفضل للسودان يسع الجميع، وسودان يريد الجميع أن يبنوه. صحيح، هي شراكات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والتعاون الكبير جدا، خصوصا وجود حواء السودانيه والكنداكات السودانيات والدور الكبير اللي ساهموا به في التغيير الكبير اللي طرا على السودان ولسه مستمر. انا في هذه السانحه بنتهز الفرصه وبحيي مدير منظمه الكنداكه للعون الانساني الاستاذه اسماء عمر ابو بكر محمد، بقول لك صباح الخير وسعيدين بك عبر صباح الشروق. شكرا جميلا، انا سعيده جدا باستضافتي في قناه الشروق. شكرا جزيلا منى حسام، شكرا جميلا، صباح الخير عليكم، ونشرب فنجان قهوه مع بعض ان شاء الله. الله يخليك. نشرب فنجان قهوه ان شاء الله يكون هو فاتحة خير لكافه الاعمال والمشاريع والاهداف اللي تريد منظمه الكنداكه للعون الانساني تحقيقها وتنزيلها ان شاء الله على ارض الواقع. معاكم من خلالك نتعرف اكثر على هذه المنظمه الكنداكة للعون الإنساني، وخصوصية هذا الاسم يعني اللي يمكن كل أنثى سودانية تتفاعل معه وتبتسم وتضحك منى معه أيضا، ودائما تدعم هذا الخط. ومن خلال التعرف على المبادرة أيضا نذهب مباشرة إلى الهدف العام منها. ممتاز، من هنا أنا بحيي كل سمراوات بلادي، المرأة السودانية ودورها في الثورة السودانية بمشاركة اللي هي 90% بدور حواء السودانية. كانت الهدف من المبادرة أنشأت في القيادة العامة إنه نحن كيف كسيدات ما بعد السقوط حنعمل شنو في الدولة، وكيف إننا نساهم في رتق النسيج الاجتماعي، وكيف إننا نساهم في التعايش السلمي، وكيف إننا نهيئ لعملية السلام المجتمعي ونهيئ لعملية السلام في مناطق النزاعات، خاصة اللي هي النيل الأزرق، جنوب كردفان، دارفور بصفة عامة، ثم الولاية بورسودان اللي هي الصراعات اللي كانت حصلت ما بين البني عامر والنوبة، برضو كنا خدتنا من الأهداف الأساسية في أنه كيف نشتغل على أساسها. كانت في الأول مبادرة، ففجأة تحولت لجسم رسمي اللي هي منظمة الكنداكة للعون الإنساني. وأنا من هنا بحيي والي ولاية جنوب كردفان السابق وبحيي مفوض العون الإنساني لتبنيهم الفكرة نفسها، لأن أنا بتكلم عن أهداف انه كيف يعني نساهم كمرأة سودانية في تمكين المرأة ذاتيا اقتصاديا اجتماعيا، كيف انها تكون مشاركتها في 25%، كيف نحن ندربها، كيف اننا نأهلها. بدينا حاجة بتدريب اللي هو 8 ورش تدريبية اللي هو عملناه نظام بكت، اننا كيف نساهم في الحاجة دي. عملنا حاجة اسمها الحوار المجتمعي واهميته في تغيير السلوك. انا بتخيل انه 100% إنه المرأة السودانية لو بدت في التغيير المجتمعي اللي حصل في القيادة بنفس الحماس بنفس النمط اللي اشتغلنا به في القيادة، نحن حنحول 90% من الصراعات في السودان لمستقبل أفضل، لأن المرأة هي أم، هي ربة الأسرة. صحيح. هي كل المجتمع، المرأة هي يعني بتشكل المجتمع، يعني إذا إحنا بدينا من البيت بنلقاها هي القائمة على أمر البيت، فبالتالي حتنجح جدا إذا كانت قائمة على أمر التغيير اللي ممكن يكون حاصل في السودان. وأنا على فكرة سعيدة بالمبادرة دي، مش لأن يعني جندر وكده، لكن أنا بالنسبة لي إنه مناطق النزاعات والحروب في جنوب كردفان وفي دارفور، إنه المرأة فعلا هنا في المناطق دي هي مظلومة جدا، ما نالت حظها لا من التعليم ولا من الصحة، وحتى المشاكل بتاعت الزواج المبكر والتفاصيل المختلفة بيعيشها إنسان وده حقه الرسمي. فأنا بفتكر إنه دي مبادرة جميلة جدا وخطوات مهمة جدا. أنا دايرة أعرف إنه التغيير الحقيقي في جنوب كردفان كبداية نقول هيبدأ كيف؟
والله نحن دايرينه يبدأ أول حاجة بالمجتمع. نحن مشينا للقاعدة اللي هو المجتمع الأقل، بأنه المشاكل الحاصلة دي سببها شنو من الأول، عشان نقدر نغير في المرأة ونخليها إنها هي تكون اللبنة الأساسية بالنسبة للتغيير. استهدفنا شرائح المجتمع بتاعت ولاية جنوب كردفان، اخترنا أول حاجة الخريجين من الجامعات الموجودين على أحياء مختلفة، انه تعالوا نقعد مع بعض عشان نعمل تغيير في الاحياء، بعد ذاك نعمل تغيير في المؤسسات الحكوميه، لانه برضو المؤسسات الحكوميه عندها افرازات اللي هي في المجتمع بطريقه مباشره او غير مباشره. الان عندنا 50 سيده اللي هم حندربهم حاجه اسمها تي او تي، باعتبار ان هم يبقوا شغالين في المحليه بتاعت ولايه جنوب كردفان. اول كانت الورشه التدريبيه التغيير، انه نعمل لهم تدريب على ورش اللي هي كانت زي 8 اللي هو القرار 1325، اللي هي المرأة مهتمة بالأمن والسلام اللي هو ده في العالم كله. بعد ذاك بدينا هسه في حاجة بتاعت إنتاج، إنه كيف المرأة تكون منتجة، اللي هي بطريقة صناعة الصابون القصير والبشرة، زائد صناعة الجلدية، زائد التغذية، إنه كيف المرأة دي تتحول من إنها مرأة غير عاملة لمرأة عاملة، عشان تخفف درجة الصراعات الغائمة. لأنه أنا مثلا في حاجات بتحصل في جنوب كردفان اللي هي برضو من فقر أو من صراع ناتج من حاجات مجتمعية، فنحن دايرين نشغلها بأنها هي كيف تكون مرأة منتجة في المجتمع بتوفير اللي هي مشروعات. بس الآن من هنا أنا برضو بوجه التحية لمدير مفوضية الحد من الفقر، إنه ودوا 400 مشروع في جنوب كردفان، حندشينا يوم 30 بإذن الله تعالى ل 400 سيدة، إنه كيف الناس تحاول إنه تبني التغيير مع بعض بعيدا عن الصراعات والقبني والحاجات الحاصلة في ال 30 سنة اللي فاتت. جميل. طيب كيف منظمة الكنداك للعون الإنساني بتتفاعل تحديدا في واحد من الجوانب المهمة لكل السودان من ثم إلى في جنوب كردفان، وهو جانب تعزيز الصحة؟ طيب نحن هسه في جانح كورونا، ان شاء الله ربنا يرفع البلاء عن كل السودان. اشتغلنا في جنوب كردفان اللي هي في معسكرات بحث النازحين الموجوده الان. بعد ذاك عندنا باكيت اصلا شغالين فيه، وحاجه اسمها تعزيز الصحه، اننا كيف نخلي المجتمع ده معافى، اللي هي من حمايه البيئه، لانه الان كل الشوارع فيها قمامات بتاعت اوساخ، في كميه من الذباب، وكل الحاجات دي بتنتج للناس امراض. نحن عندنا مشاكل بتاعت مستشفيات، عندنا مشاكل بتاعت اطباء، عندنا مشاكل بتاعت مراكز صحيه، الحاجات دي، فدارين نحارب المرض من البيت عشان ما يكون في ضغط على المستشفيات، نقلل انه الناس كلها تكون في صحه جيده وكلها معافيه. وما برانا بالمناسبه نحن كمنظمه كنداكا، نحن برضو عندنا حاجه في المنظمه دي الناس كلها يعني محترضه عليها، انه ليه سميتوها الكنداكا ونحن رجال هنمشي وين؟ بنقول لهم لا، نحن عندنا حاجه اسمها الارو اللي هو الملك الكوشي، هو سند حقيقي للمراه السودانيه، وهو سند حقيقي للكنداكا. ومن هنا انا بقول لك حسام انضم لمنظمه الكنداكا، ما الكنداكا هنا ما بتعني بس السيده المراه بس، لولا انتوا لما تكون الكنداكا. صحيح، فبرضه في شفاتة موجودين في المنظمه. صحيح، هو جميل. يعني انا دايما بقول انه الرجل والمراه هم سند لبعض، يعني ممتاز. بيدعموا بعض في كل خطوات الحياه بعيدا عن هي تفاصيل الدعم ده ما بينفصل يا منى ابدا. كيف الكلام ده؟ ايوه ما بينفصل يعني. صحيح، انا قايله قلت بينفصل. طيب احنا اذا تكلمنا عن الصحه، طبعا التعليم ما بيتفصل من الصحه، انا بفتكر ان هم ملفين مهمين مرتبطات مع بعض. لما نتكلم عن الصحه طوالي مباشره حنتكلم عن التعليم، لانه فعلا برضه مناطق النزاعات والحروب هي مظلومه ظلم كبير جدا في الحته دي، خصوصا الكنداكا. يعني ما قعدت انا الحظة من التعليم بالصوره السليمه، وحتى لو نالت التعليم بنلقى انه البيئه المدرسيه ذاتها ما مهيئه، الفصول ما مكتمله. يعني قبل كده يمكن احنا شاهدنا عدد من الصور لطلاب بيجلسوا في حتات، يعني اماكن ساكنه في تحت شجره، والاستاذ معلق السبوره في الشجره والطلاب قاعدين. في تفاصيل كثيره كده محزنه في التعليم، مع انه احنا بلدنا دي بلد التعليم يعني. اي بالظبط كده، وغنيه بموارد كثيره جدا. صحيح. في حاجة مهمة شديد الناس لازم يعني ما تنساها وتقولها حرفيا كده وتحترف بيها. دايما البرجوازية بيقولوا انه في جنوب كردفان في تعليم وفي ثقافة وفي كلام، لكن لما تجي تعاين لطريقة التعامل بتاع المجتمع وتعاين لطريقة القتل والموت الآن موجود في جنوب كردفان، بتحس انه لازم نحترف انه في مشاكل في التعليم.
في مشاكل في المفاهيم، في مشاكل عشان نصحيحها لازم نهيئ البيئة المدرسية، لازم نساهم في اللي هو في بناية المدارس تهيئة البيئة ذاتها نفسها، زائد المساهمة في وجبة الإفطار نفسها عشان الطلبة ما يهربوا من المدرسة ويمشوا يشتغلوا، برضو نوفر لهم سبل الحياة اللي هي للأمهات والآباء عشان يقدروا يوفروا لأبنائهم. نحن حنعمل حاجة بإذن الله مع بعض في بكل الأجهزة الإعلامية، حندشنها في كل الأجهزة الإعلامية إن شاء الله غريبا، اللي هي حاجة اسمها العودة للمدارس، إنه كيف يعني ننشئ فصول جديدة في المدرسة، كيف نوفر تجليس للطلاب، كيف نعمل حاجة اسمها إعادة كتابك القديم كتابي الجديد في جنوب كردفان خصوصا، وبعد ذاك زايد الحقيبة المدرسية اللي هي كاملة. برضو في شباب من الخرطوم هنا ربنا يديم العافية، هم عاملين حاجة اسمها بازار بسعر أقل، لأنه أن إحنا هناك الحاجات عشان تصل ولاية جنوب كردفان السعر بزيد ثلاثة أضعاف، فهم حابين يتعاملوا مع شركة من هنا. إذا كانت الحقيبة هنا ب 300 جنيه مفروض تكون في جنوب كردفان ب 150 جنيه بالنسبة للنساء الموجودات، بالنسبة للأبهات، لأنه في واحد بيكون عنده سبعة ما قادر يقري السبعة ديل، بيقوم بيدي ثلاثة وبيخلي الأربعة يمشوا يشتغلوا ورنيش، يشتغلوا في الزراعة، يشتغلوا في هناك. دي كلها مشاكل مربوطة مع بعض، وزايد الحروبات، لأنه هسه في ناس بيكونوا دايما يمشوا جنوب كردفان عشان يشتغلوا في المدارس، ينشئوا مدارس، ينشئوا اللي هو دخليات، لكن برضو عدم الاستقرار في جنوب كردفان بيخلي المشكلات كلها مع بعض. يعني مشكلة بتاعت تنمية، مشكلة بتاعت بنية تحتية، مشكلة بتاعت مستشفيات، مشكلة بتاعت طرق، مشكلة بتاعت كهرباء، حتى الشبكات في جنوب كردفان فيها مشاكل. فإنت قدر ما تحل واحدة بتصهر عقبة جديدة واحدة تانية، لكن رغم الحاجات دي كلها ورغم التحديات ورغم العقبات اللي هسه السودان كله بيعاني منها، الناس ماشى في حاجات مرات ما بتظهر هسه نتائجها، تظهر مستقبلا. نحن برضو شايفين لقدام انه نحن ككنداكات وكسيدات في السودان كلنا ان شاء الله بعد 3 سنة من الان باذن الله تعالى حنشهد سودان جديد، ولاية جنوب كردفان حتكون بثوب جديد إن شاء الله. كل السودان ينعم بتعايش سلمي وبترابط وبحميمية، وإن شاء الله من بلد فيها حروبات لبلد فيها أمن تعايش سلمي وأمن وسلام واستقرار إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، هو المنشود والمأمول إن شاء الله في المستقبل القريب إنه يعم السلام المجتمع، من ثم كل تفاصيل السلام بمعناه الشامل في السودان إن شاء الله في أقرب مستقبل، حتى تشرق شمس السلام على الجميع، من ثم تشرق شمس التنمية. لا تنمية بلا سلام. نحن ما حننتظر لحد ما تدشنوا العودة للمدارس وبعد ذلك نجي نشوف الأسرار ومشيت وين ومشبكين مع زي ما أسي شفنا إنه في بازار حيدعمل عشان ما الحقيبة المدرسية مثلا تصل بسعر ممكن هو يكون نصف السعر الموجود في الخرطوم في هناك في جنوب كردفان. شنو الخطوات التالية اللي انتوا ماشيين فيها تحديدا في العودة للمدارس؟ هل في حنشوف مدارس جديدة، فصول جديدة، حنشوف تنمية في الجانب ده قريب؟ إن شاء الله إن شاء الله. نحن أول حاجة من هنا بنشكر كل الشركاء أو المساهمين معنا في الفترة بتاعت الورش التدريبية اللي هي قبل ما نسجلها من مبادرة إلى منظمة. نشكر أول حاجة وزارة العمل والضمان الاجتماعي متمثلة في لينا الشيخ، نشكر برضو نصر الدين مفرح اللي هو وزير الشؤون الدينية، هو أول وزير يجي يلبي دعوة عمل حاجة اسمها ملتقى المرأة، والمرأة رائدة التغيير، كيف اننا نغوض المجتمع. برضو من هنا شكرا جزيلا لأردول اللي هو ناس التعدين، في مشاكل كثيره في ولايه جنوب كردفان بالتعدين، نحن الان بنشبك معاهم لانه مساله التعدين لو ما فيها تنميه حقيقيه لولايه جنوب كردفان يبقى قصه التعدين حتقيف وابن المنطقه ما حيستفيد. ودي مسؤوليه مجتمعيه من المعدنين ومن الشركات اللي تشتغل في المجال. ايوه بالضبط كده، عملنا معاهم هسه الان تشبيك، وعملنا تشبيك مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية بأنه كيف نحن نقدر نغير البيئة المدرسية الموجودة هناك. الآن عندنا منظمتين، أنا ما حاقولهم، حاخليهم مفاجأة ليوم 30، لأنه يوم 30 برضو ولاية جنوب كردفان حتشهد يعني 3 أحداث اللي هي مختلفة، والخميس الجاي حنفتتح ورشة تدريبية اللي هي شكل الدورة، هو مخيم فيه اللي هو الحقيبة بتاعت الجلود
حيفتتحوها لمدة 10 يوم، الناس حتكون شغالة إنتاج، تنتج الحقيبة المدرسية برضو جزء منها وحقيبة للسيدات. إننا كيف نعمل سوق عمل في ولاية جنوب كردفان بالنسبة للجلود. برضو في الشغل بتاع البشرة والصابون بتاع الغسيل برضو حيكون لمدة 10 يوم، يعني نحن شهر حنكون قاعدين في كادوغلي شغالين في الثلاثة مشروعات دي، وحنختمها بحاجة اسمها مهرجان السياحة والتسوق في جنوب كردفان من مبادرة الكنداكا، وهي كانت شغالة من شهر 8 السنة الفاتت 2019 للريادة العامة. بالنسبة لنا عشان نجهز لحاجة اسمها العودة الطوعية في ولاية جنوب كردفان، وكيف نقبل الآخر. عندنا مستشفى واحدة، كيف إن الناس الجايين من هناك نحن نقبلهم ونمشي خطوة بخطوة ونبني السودان ده. ممتاز. احنا يعني بنتكلم عن مبادرة هي فكرتها داعية للتنمية للسلام والتعايش المجتمعي في جنوب كردفان وفي دارفور وفي أماكن النزاعات، وتحدثت عن شراكات يعني داعمة لهذه المبادرة. ده بيخلينا نسأل برضو، هل في دعومات برضو جات للمبادرة دي، ولا بس انتوا علاقتكم مع الناس العاملة معكم شراكات؟ لا، في الأول نحن بدينا بحاجة اسمها الجهد الذاتي، جنيه مني وجنيه منك. الجنيه عندك ما بيعمل حاجة، لكن عندي أنا بيعمل الكثير. فكانت دي بداية المبادرة. بعد ذاك تم دعمنا من السيد والي ولاية جنوب كردفان السابق، بعد ذاك تبنوا معانا ناس مشروعات اللي هي في الورش التدريبية بالذات في التنفيذ. نحن ما بنستلم قروش من زول، بنقول له انت عليك الورشة من 1 ل10، وهو بيجي بينفذها لنا على أرض الواقع، ونحن كسيدات بنعمل الإزالة مننا نحن مباشرة. بعد ذاك هسه في مشروع شراكة مع عضو المجلس السيادي، من هنا له التحية، اللي هو صديق تاور مع منظمة اسمها معا نحو الإنسانية، هي من دارفور جات عشان تشارك في ولاية جنوب كردفان لمشروع بتاع شراكات وشغل بتاع تشبيك، بأنه كيف نحن نشتغل عبر القاعدية، اللي هو ده اللي حيكون يوم 30 القدامنا بإذن الله تعالى. وفي حلقات جاية نتكلم عنه، وبعد ذاك نتكلم عن تقارير مفصلية عن الأهداف كلية ومتجزئة، وكيف إننا قدرنا نشتغل في الصحة، وكيف إننا قدرنا نشتغل في التعليم، وكيف إننا حنضع حجر الأساس بالنسبة اللي هي المدارس الجديدة، وكيف إننا نعمل العودة للمدارس في جنوب كردفان بطريقة بروفيشنال تخفف للناس معاناة الأمهات والآباء في البيت يعني. وبعد ذاك الشارع، لأنه لقدر ما كان الناس حلت المشاكل من البيت، يبقى معناها ما في احتقان في الشارع، معناها ما في صراع على الحكومة، معناها ما في حروبات، معناها حنقدر نهيئ لعملية سلام. ومن هنا احنا نوصل رسالة لعبد العزيز الحلو في انه يا ريت انه يكون في سلام قريب لبشريات، عشان نقدر نحن كسيدات نتزوج ونجيب أبناء ويعيشوا في سلام وفي طمأنينة وفي أمن، ونقدر نحفظ حتى الحاجات البسيطة الموجودة في ولاية جنوب كردفان، ونقدر نبني ونزيد عليها. جميل. طيب أنا داير أمشي لجانب المرأة وجانب تدريب المرأة تحديدا، الورش التدريبية المختلفة والاهتمام، هي طالبة الكنداكا في اهتمام كبير جدا بالمرأة أكيد، خلينا نشوف الجانب ده. طيب نحن عندنا البكت كان هو فيه زي 13 ورشة، نفذنا منها 8 ورش. أول حاجة تكلمنا الحقوق عن المرأة، إنه كيف الزول يعرف حقوقه وحاجاته. بعد ذاك تكلمنا عن ورشة اسمها الثقة بالنفس، وتكلمنا عن حاجة اسمها إدارة الوقت، وتكلمنا عن حاجة اسمها العمل الطوعي، إنه كيف بيخدم المجتمعات، وكيف إننا نأسس به عمل حقيقي لمجتمع الناس يستفيد منه. برضو تكلمنا عن حاجة اسمها القرار 1325. برضو تكلمنا عن حاجة اسمها تكلمنا عن دي كلها حاجة. طبعا أسماء هي أجندة يمكن أو بوين أو خطط لهذه المبادرة، اللي أنا أتمنى لها التوفيق بالتأكيد، وإحنا بقول لك يعني بالتوفيق للمرأة أينما كانت. وإحنا الحصة المخصصة لهذا الحوار للأسف انتهت، لكن حنتمنى لكم التوفيق بالتأكيد، وحنكون داعمين لكم أنا وحسام وكل تيم قناة الشروق من خلال صباح الشروق. شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا، والله أنا سعيدة، وشكرا جزيلا لكل الطاقم العامل في قناة الشروق، وشكرا جميلا سمروات بلادي، وشكرا حسام الأر السوداني.
شكرا جميلا.